بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. ان شاء الله يا جماعه النهارده عايزين نتكلم عن موضوع الديبلويمنت للاي دي اف ابلكيشن. يعني ايه؟ قبل ما اعرف خطوات وقبل ما اعرف ازاي الموضوع ده بيتعمل، انا عايز اعرف الاول يعني ايه كلمه ديبلويمنت. تعال كده نشوف يعني ايه ديبلويمنت. دلوقتي حضرتك عملت الابلكيشن بتاعك، طيب وبعد ما عملته دلوقتي في كلاينت، الكلاينت ده في الشركه اهو عايز يفتح الابلكيشن بتاعك، وفي كلاينت كمان برضه عايز يفتح الابلكيشن بتاعك. طيب هعمل ايه بقى؟ المفروض ان حضرتك هتختار جهاز في الشركه، الجهاز دون بيقولوا عليه سيرفر. بيقولوا عليه ايه؟ سيرفر. ليه؟ عشان تحط عليه البرنامج بتاعك، البرنامج اللي انت عامله بالجي ديفلوبر ده المفروض تحطه على السيرفر ده. وبعدين من خلال البراوزر يستطيع اي كلاينت، من خلال البراوزر يستطيع اي كلاينت اللي هو يكونكت على السيرفر ده يقوم الابلكيشن بتاعك يفتح على البراوزر بتاعه، وده كمان يكونكت على السيرفر ده، ايوه يقوم الابلكيشن بتاعك يفتح على ايه؟ على البراوزر بتاعه. العمليه دي بنقول عليها عمليه الديبلويمنت. ديبلويمنت لو جيت تترجمها بالعربي معناها نشر، اللي انا انشر الابلكيشن بتاعي بحيث انه يبقى متاح لجميع الكلاينتس. وصلت الفكره؟ مين المسؤول عن الموضوع ده؟ يعني ايه؟ يعني انا مثلا كمبرمج، ايوه انا بفتح الجي ديفلوبر اهو، الجي ديفلوبر ده انا بعمل ابلكيشن بتاعي وبعمل له رن بيشتغل على البراوزر، صح ولا لا؟ مين اللي مسؤول بقى ان هو يفتحه لك على البراوزر؟ ها؟ بالظبط، حاجه بيقولوا عليها الابلكيشن سيرفر. الابلكيشن ايه؟ سيرفر. الابلكيشن سيرفر ده في الحاله بتاعتنا دي بيقولوا عليه الويب لوجيك. الويب ايه؟ لوجيك. يعني الويب لوجيك هو المسؤول عن موضوع الديبلويمنت ده. طيب وهو الويب لوجيك بيعمل كده فعلا؟ بالظبط، هو بيعمل كده فعلا وانت ما تعرفش ازاي. تعال نشوف المبادئ بتاعه الديبلويمنت، عشان تعرف تعمل خطوات الديبلويمنت لازم تعرف المبادئ بتاعتها ايه، وتشوف الجي ديفلوبر بيعمل عمليه الديبلويمنت دي ازاي. وبعد كده احنا بقى ايه؟ لا انا مش عايز الجي ديفلوبر، انا عايز ايه؟ اعمل انا ديبلويمنت من غير الجي ديفلوبر. وصلت الفكره؟ برضو مش عايز حد يتخض، واحد يقول لك ايه؟ هو انا لازم اتعلم ويب لوجيك من الالف للياء علشان اعرف ارفع الابلكيشن بتاعي؟ لا لا لا، احنا مش هنعمل كده، احنا هنعرف المبادئ وبعد كده هدي لك خطوات تمشي عليها ترفع الابلكيشن بتاعك. وصلت الفكره؟ طيب تعالى كده نشوف مع بعض. تعالى نعمل ابلكيشن جديد اهو. بص كده معايا، نيو ابلكيشن هنسميه مثلا اي دي اف ديبلوي ابلكيشن، وبعدين نيكست 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 فينش. طيب وبعدين بص كده معايا، مفيش داتا بيز لسه، كليك يمين نيو. لو اقول لك تعالى مثلا نعملها منين؟ من الاي دي اف ايه كونفج على طول اهو، ادي الفيو، نعمل مثلا صفحه لوجن اهو، نعملها محتاج بيم ماشي. خد بالك البيم دي عباره عن كلاس، خد بالك من انا بعمله كويس اهو، واحطها في باكج بيمز تمام كده. عايز افضل صفحه فاضيه مفيش مشكله خالص. اوكي اوكي صفحه اتعمل اهي. طيب عايز تعمل حاجه كمان؟ اه تعالى نعمل مثلا صفحه مين. تعالى نعمل صفحه ايه؟ مين اهي، ادي الصفحه اهي مين بيج، اعملها. هل حضرتك محتاج لها بين؟ لا انا مش محتاج لها بين. اوكي الصفحه تتعمل. طيب نوصل بالكيس بتاعتنا مين بيج. المين بيج دي احط فيها شويه بوتنز ماشي، وبعدين نروح على اللوجن نحط فيها مثلا اي حاجه، انبوت تكست نروح على الخصائص ده ابلكيشن. انا عايز اعرف بقى دلوقتي الويب لوجيك بيعمل ايه؟ بيعمل ديبلوي ازاي؟ وصلت الفكره؟ او المبادئ بتبقى ماشيه ازاي؟ لوجن. طيب سيف، نروح في الاكشن بتاعه نوصله بالايه؟ بالمنيو. جميل جدا كده مفيش اي مشكله، ادي صفحه المين وادي صفحه اللوجن. طيب دلوقتي بقى انا هعمل رن. هعمل ايه؟ رن.
رن ده المفروض ان الويب لوجيك هيشتغل، وبعد كده الويب لوجيك يشغل الابلكيشن بتاعي او الصفحه اللي انا هعملها رن على الايه، على البراوزر. عايز اعرف بقى الويب لوجيك بيعمل الموضوع ده ازاي. وصل؟ تعالى كده نشوف نعمل رن. بص كده تلاحظ ايه بقى، ركز معايا، عايزين نتابع ايه اللي بيحصل. اولا الويب لوجيك بيشتغل اهو، وحدد الجي دي كي اللي هو شغال عليه اهو، وبعدين اهو الجي دي كي اهو بيبتدي الويب لوجيك يشتغل، السيرفيس بتاعته بتقوم، وبعد كده بيعمل عمليه ايه، ديبلوي للابلكيشن، واخد بالك اهو، وبعد كده يفتحه على البراوزر اهو، اهو ابلكيشن فتح. شوف بيعمل ايه، بيعمل عمليه ديبلوي اهي، قال لك ابلكيشن ديبلوي سكسسفلي، تمت بنجاح. وبعدين بيقول لك اللي هي فينيشد، انتهت. وبعد كده يبتدي يفتح البراوزر. ايه بقى عمليه الديبلوي دي يعني؟ وصلت الفكره؟ يعني هي انتهت، ديبلويمنت فينيشد انتهت، وبعد كده فتحت من خلال الايه؟ البراوزر. عايز اعرف بقى عمليه الديبلويمنت دي بتتم ازاي؟ او هو عمل ايه؟ وصلت الفكره؟ برنامج الجافا العادي اللي هو عباره عن مجموعه من الكلاسز فقط معايا، ايوه، بيتم تجميعه في فايل، الفايل ده بيبقى امتداده دوت جار، دوت ايه؟ جار. ركز كده معايا، يقولوا عليه جار، جار فايل. الجار فايل ده يعني اختصار لايه؟ جافا اركايف، جافا ايه؟ اركايف، جار، جي اي ار. طيب الفايل ده بيبقى عباره عن ايه؟ عامل فيه عن حاجه زي الاي اكس اي في الدوت نت، بيجمع المشروع في فايل واحد. وصلت الفكره؟ بمعنى مشروعك العادي جدا اللي هو في الاس اي الطبيعي من غير ويب ابلكيشن ولا صفحات ولا اي حاجه خالص، بيبقى عباره عن مجموعه من الكلاسز، صح ولا لا؟ انت بتعمل البرنامج بتاعك من خلال مجموعه من الكلاسز اللي انت ايه بتشتغل فيها، وبتعمل الكود بتاعك. طيب انا عشان عايز اوديه عند العميل ولا ويب ابلكيشن ولا حاجه، اهو بعمل ايه؟ اروح كده اديله الكلاسات واحده واحده واقول له شغلهم انت بقى بمعرفتك؟ لا طبعا ما ينفعش، بجمع الكلاسات دي بقى في فايل ايه؟ في فايل واحد اسمه ايه؟ جار فايل. فالجار فايل هو عبارة عن مجموعة من الكلاسز فقط لا غير. كلاسز دي ايوه بتبقى دوت كلاس. ليه؟ لان انا ما ينفعش ادي للعميل الدوت جافا، صح ولا لا؟ اوري له الكود بتاعي ما ينفعش، صح كده؟ تمام. طيب زي ايه مثلا؟ اهو بص كده معايا، اهو جار فايل اهو. طيب الجار ده لو انا حبيت افتحه هلاقي فيه ايه؟ هتلاقي فيه مجموعه من الكلاسز والباكجات بتاعتك اللي انت عاملها في الابلكيشن بتاعك. طيب لو جيت كده عملته كليك يمين اوبن ويز، انا ممكن افتحه بالوين رير، ملف مضغوط. لو جيت فتحته اهو، دي باكجاتك اهي، اهي داتا بيز، وشايف الفايلات جواه ايه؟ ها دوت كلاسز بالظبط، اهي اهي. طيب لو جيت فتحته يفتح بالايه؟ يفتح بالجافا عادي جدا اهو، ده كليك عليه فتح الابلكيشن اهو. وصلت الفكره يا شباب؟ طيب حاجه زي دي بقى، هل انا في الابلكيشن بتاعي عامل كلاسز بس؟ يبقى اول حاجه انواع الفايلات ايه؟ انواع الفايلات اول حاجه اسمها جار، الجار ده عباره عن كلاسات جافا، تمام كده؟ تمام. ما عنديش حاجه اسمها مثلا ان انا عندي كلاسز جافا بس، لا ده انا عندي كمان صفحات، صح ولا لا يا باشمهندس؟ بالظبط. طب اعمل ايه؟ بص بقى الويب لوجيك بيعملها ازاي؟ بص اقرا كده الجمله دي، روت ويب ابلكيشن موديول، شوف راح حطه فين، عمل الابلكيشن بتاعك جمعها في فايل امتداده ايه؟ وار. امتداده ايه؟ وار. ايه بقى الوار دون؟ بص بقى معايا الوار، وده النوع الثاني اللي احنا عايزين نتكلم عنه، الوار فايل. الوار فايل هو اختصار لويب ابلكيشن، ايوه ها اركايف بالظبط. بالظبط. طيب الفايل ده بيبقى عباره عن ايه؟ لا انا عايز اوريه لك بعينك اهو، افتحه كده معايا، اضغط عليه كده افتح، بص اهو ده هتلاقيه في السي يوزرز الاتباع ابلكيشن داتا، هو بيحطه في المكان ده.
طيب عايز تفتحه من خلال السي وتشوفه بعينك، ماشي مش مشكله، هو فتح من خلال البراوزر اهو. لما تيجي تفتحه تلاقي ان الفايل ده يحتوي جواه على ايه؟ اول حاجه على الصفحات، ففي صفحات البيجز اللي انت عملتها اهي، فعلا اهي اللوجن والمين بيج اهم اتحط، وفي فولدر اساسي لازم يتعمل اسمه ايه؟ ويب انف اهو، ويب ايه؟ انف. تقوم انت بتقول لي طب استنى بقى، فين الكلاسز بتاعتي وفين الفايلات دي؟ صح ولا لا؟ افتحها، بص افتح الويب انف، كل حاجه بتتحط في الويب انف بقى. ازاي؟ اهو اول حاجه فايلاتك اهي، ادي الاكس ام ال بتاعتك اهو، الترندات والويب والاي دي اف كونفج والفيس كونفج اهم اهم، وبيزود عليهم فايل اسمه ايه؟ ويب لوجيك اكس ام ال. الفايلات دي تقدر تقول اللي مين اللي بيقراها؟ الويب لوجيك، بحيث ان هو يقدر يعرف فين الكلاسز، مين البينز، الحاجات دي كلها لازمه عشان يعمل كونفجريشن له. فهو عمل اهو كويس اهو، ويب لوجيك دوت اكس ام ال اتعمل لوحده. طيب فين الكلاسات بتاعتي؟ ما انا عندي كلاسز برضه، يعني بيحتوي كمان على الكلاسز بتاعت المشروع. ايوه فعلا اهو كلاسز. بينز اجل الباكج بتاعتك ايه؟ بينز. جواها ايه؟ جواها لوجن دوت جافا. لا 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 لا، هنا جواها ايه؟ لوجن دوت كلاس. بالظبط كده، وصلت الفكره؟ يبقى الوار فايل هو ويب ابلكيشن، بيجمع الفايلات بتاعت الويب ابلكيشن. طب هو الويب ابلكيشن بيحتوي على كلاسز فقط؟ لا طبعا. امال بيحتوي على ايه؟ لا بيحتوي على ال 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 الفايلات الكلاسز وكمان الصفحات بتاعتك. وصلت الفكره؟ طيب واحد يقول لي طب انا لو عامل كونكت على الداتا بيز، طب ما تيجي نشوف. بلاش ايه؟ نفترض، تعال نشوف اهو، كليك يمين نيو بزنس كومبوننت، نعمل كونكشن، سكوبت كونكشن، سكوبت كونكشن، ماشي. وبعدين سكوبت، وبعدين تايجر. طيب اسم الداتا بيز بتاعتك على حسب او ار سي ال. طب اعمل تيست، نعمل تيست. اوكي. شوف انا بعمل ايه؟ اهو. وادي الباكج في الموديل، وبعدين نيكست. هسميه مثلا ابديتابل فيو اوبجكت، كل دي باكجات اهي. وبعدين ار او فيو اوبجكت. اهو. فيرست ابلكيشن موديول اهو. نيكست اهي، هيعمل الباكجات بتاعتك ويعمل فايلات اكس ام ال فينش. واحد يقول لي ايه بقى؟ اهو افتح دي فايلات اكس ام ال اهو. طب لو عايز اعمل فيها كلاسز اهي، الحاجات دي اهي روح اعمل اوفر رايد عادي جدا اهو، كلاس اهي واكس ام ال اهو. طيب هل بقى، هل لما اجي اعمل ديبلوي اهو اكس ام ال والباكجات بتاعت الداتا بيس دي، هيبقى ايه موقفها؟ تعال نشوف. او مثلا شو اند داتا، ونروح للمين لهنا اند داتا، وتعالى مثلا اهو تمام اهو، تعالى مثلا شغل هنا الام ام بي فيو تيبل اي دي اف تيبل، وانيبل السورتنج والفلتر. اوكي الصفحه اتعملت، كلام جميل اهو تمام. واروح على المين بيج، واروح على البطن ده مثلا، واغير اللوجو، واقول له مثلا ايه، اغير الليبل، واقول له امبلوي داتا، واروح كمان على الاكشن بتاعه امبيديت. طيب كلام جميل. وبعدين روح اعمل رن، اعمل كلير واعمل رن تاني رن، شوف ايه اللي هيحصل. لازم يعمل ايه الاول؟ لازم يعمل الوار، وبعد كده العمليه تنتهي ويبتدي يفتح الابلكيشن بتاعك. وصلت؟ اهو اهو كده فتح اهو، ماشي. تعالى كده بقى شوف هو عمل ايه، عمل ايه بقى؟ نفس الكلام، ادي الوار اللي هو عمله اهو،
افتح كده اهو، ادي الصفحات بتاعتك اهي اهي اهي، زود عليهم الشو ام اللي انا عاملها. طب افتح كده اهي نفس الايه الكلاسز، افتح بقى الكلاسز نفس الاكس ام ال. طب افتح بقى الكلاسز كده هتلاقي فيها الايه الباكجز بتاعتك اهي، الموديل اهو، شوف دي حاجات انت عاملها، ادي الباكج اهي اهي، ادي البيم وادي الموديل وادي الموديولز وادي الار او والاب، كل الكلام موجود اهو. طيب افتح كده الموديل، الموديل اهي اهي، بص 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 الدنيا ماشيه ازاي، وادي الديبت اكس ام ال اهو، وادي الديبت ام ال اهو، الكلاس اللي انت عملتها صح ولا لا؟ لا يعني هو بيجمع ايه ده؟ يعني خلاصه الكلام ان الوار فايل هو عباره عن مجموعه من فايلات، مجموعه من ايه؟ فايلات الايه؟ الكلاسز، وكمان معاها ايه؟ مجموع الصفحات صح ولا لا؟ اكيد شفتها بعينك، وصلت الفكره؟ مين اللي بيعملها؟ الويب لوجيك. طيب الويب لوجيك لما يجي يشتغل هل بيشتغل لوحده كده؟ لا، ده بيشتغل على حاجه اسمها انتجريتد ويب لوجيك سيرفر. السيرفر ده هو بيعمله مع اول مره بتشغل فيها، مع اول مره بتشغل فيها جي ديفلوبر وتروح تعمل رن، تلاقيه كده بيقعد كده شويه كده يعمل ايه؟ يعمل حاجه اسمها ويب انتجريتد ويب لوجيك دومين، ويعمل كمان ايوه انتجريتد ويب لوجيك سيرفر. يبقى خلاص، يبقى انا واحد بيفكر معايا كده واقول له رن، لما بقول له رن واحد يقول لي بقى خلاص كده الموضوع منتهي. ايه بقى؟ ادي 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 السيرفر بتاعي اهو، الجهاز بتاعي اهو اللي انا قاعد عليه، خلاص كده خلاص اهو، ادي الصفحه بتاعتك اهي، ادي الصفحه. طيب شغال على ايه؟ شغال على 127.0، ده اللوب باك اي بي بتاعك تمام، وبيشتغل الانتجريتد، الانتجريتد ويب لوجيك بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على بورت رقم كام؟ 7100 وكام؟ 101. واحد يقول لي خلاص انا اخد اللينك ده اديها للجهاز بتاع واحد صاحبي قاعد جنب مني تمام، واقول له بس ايه، خد الاي بي بتاع الجهاز وحطه، بس هيغير طبعا عند الجهاز الثاني هيغير الاي بي. لو عملت كده وروح جربها دلوقتي كده، لو انت معاك جهاز على الشبكه قاعد عليه وروح كده جربها، خد نفس كل حاجه ده كوبي وروح حطها هناك في البراوزر، بس غير الاي بي، حط الجهاز بتاع الاي بي بتاع السيرفر بتاعك، شوف الاي بي هيبقى كام بقى، اللي هو الاي بي ده اهو، اللي هو ده، شوف بقى هيبقى كام على حسب بقى. رحت كده غيره كده تمام، واديله الاي بي ده هو، غير ده وحط الاي بي بتاعك. طيب ولو جيت تفتح مش هيفتح ليه؟ لان الانتجريتد ويب لوجيك ده ايوه مش مهيأ ان هو يتكلم مع كلاينت من بره، ودي الحاجه اللي انا عايز اعملها صح ولا لا؟ هو يعني العميل لازم يقعد على الجهاز بتاعي عشان يفتح الابلكيشن ده، اللي ما بقاش ديبلوي صح ولا لا؟ لا، ده انا عايز بقى الابلكيشن بتاعي يفتح من اي مكان، وصل للفكره؟ طب ما هيبقى نفس الحاجه بالظبط، يعني نفس الحاجه اهي تمام. لازم اعمل وار، ادي الوار فايل لازم يتعمل اهو، بس الحاجه بقى اللي انا عايز اعملها ايه بقى؟ سيرفر جديد. سيرفر ايه؟ جديد، بحيث ان هو يسمح لاي كونكت من بره، واحط عليه هنا الوار ايه؟ الوار فايل. وصلت الفكره؟ طيب هل في انواع ثانيه من الفايلات؟ ايوه، زي ايه؟ في نوع اسمه الاير فايل. الاير فايل ده بيجمع الاثنين مع بعض، اسمه انتربرايز اركايفنج فايل، معايا؟ بيجمع الاثنين مع بعض. تعال كده بص اهو، ده الابلكيشن ضامن كله بقى اهو، بيجمع بقى ايه ده مع ده. شوف لما اقول له مثلا ديبلوي، ديبلوي اهو، شوف يقول لك ايه، اعمله لك اير فايل، الابلكيشن ده ضامن ايه؟ ضامن الموديل مع الفيو كنترولر كله مع بعض. وصلت الفكره؟ طيب يبقى دلوقتي احنا عرفنا الدنيا ماشيه ازاي، عرفنا انواع الفايلات عباره عن ايه، عرفنا الويب لوجيك دون بيعمل حاجه اسمها وار فايل، الوار فايل دون انا المفروض اديه الويب لوجيك علشان ايه؟ يشغل الابلكيشن بتاعك. دي المبادئ اللي انت لازم تعرفها قبل ما تبتدي في عمليه الايه؟ الديبلوي، اللي في حاجه اسمها ويب لوجيك، الويب لوجيك دون بيعمل حاجه اسمها انتجريتد سيرفر، انتجريتد سيرفر ده ما ينفعش انا اتكلم معاه من بره، بيشتغل على بورد رقم كام؟ 7101 باي ديفولت. كل الكلام دون انت المفروض انت تكون فاهمه، عارف يعني ايه جار فايل، عارف يعني ايه اير فايل، عارف يعني ايه وار فايل. ناقص ايه؟ ناقص بقى اللي احنا نبتدي نعمل ايه؟ نعمل سيرفر، السيرفر ده غير بقى الانتجريتد، ما ينفعش انتجريتد صح ولا لا؟ نعمل سيرفر جديد، السيرفر الجديد دون يتعمل له رن بحيث ان هو يقبل لاي
براوزر خارجي او جهاز خارجي يعمل كونكت عليه يقوم البرنامج ايه يفتح. دي حاجه ان شاء الله نعملها في الفيديو رقم 2 باذن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.